بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم ان شاء الله درسنا رح يكون امتداد للجلسة الماضية. طبعا الجلسة الماضية شو وقفنا اخر شيء؟ احنا على اوامر تعديل، ما هيك؟ على مضي فيرز. اليوم بدنا نربطها مع شيء ثاني. طبعا الشيء الثاني اللي هو في عنا شيء اسمه شيبس، هاي اللي رح نبدا فيها ونربطها مع اوامر تعديل. طيب هلا نحن بنعرف القائمة هاي طلعنا عليها الدرس الماضي، هي سميناها كوماند بانل بالجلسة الأولى مرينا عليها. طبعا عندنا هون شيء اسمه كرييت، هاي أول صفحة حكينا عليها، وانتقلنا بالصفحة الثانية على شيء اسمه موديفاي، ما هيك؟ هاي ضفنا منها أوامر تعديل. هلا نحن واقفين على كرييت جيومتري مثل ما اتفقنا، وحكينا إن عندنا مجموعات ثانية هون، شفنا منها الكومباوند أوبجيكتس. على العموم نحن اليوم بدنا نشتغله هو شيء اسمه كرييت شيبس، ماشي؟ يعني المجموعة الثانية. هلا الشيبس هن عبارة عن شو مثل ما بنعرف؟ اشكال 2D شيبس، جيومتري اشكال 3D. طبعا برنامجنا نحن كله اسمه 3D ماكس، فنحن بدنا نفهم شغلة انه هدول انا اللي بدي ارسمها، يعني 90% منهم اساسا مشان شو طالع منهم اشكال 3D معقدة اكثر من اللي وصلنا لها من قبل. رسم الموضوع بسيط، رح نمر عليه. انا عندنا ريكتانجل، ممكن ناخذ ريكتانجل، تمام؟ هي عم يرسم لي، اشتغلون على التوب، عم يرسم لي مثل ما شايفين مستطيلات، عنا السيركل، دوائر، عنا الليبس، فنعرف هاي الاشكال كلها مرقه معكم قبل. في عنا شيء اسمه دونات، في عنا شيء اسمه انجون، مضلع منتظم، بحدد له انا عدد اضلاعه. هلا عنا مثلا شيء جديد رح يلزمنا كتير بالشغل، هو شيء اسمه هيليكس راسور. يعني رسمت اول كبسي، كبس مع سحب، حددت نصف القطر، ثاني كبسي حددت الارتفاع مثل ما شايفين، نقرت نقرة، وبعدين شو عم نحرك الفارغ، حددت شو؟ نصف القطر العلوي. فهو هذا اذا تخيلناه بالفراغ عبارة عن هيليكس اسمه راسور، شايفين شكله؟ هذا كمان ممكن نستفيد منه باشكال حلوة كتير مثل ما رح نشوف ان شاء الله ب تطبيقات اليوم. في عنا مجسمات تانية، رح نشوف التكست والهيليكس والسكشن بعدين رح نمر عليها، بس على العموم مثل ما شايفين هون هي عبارة عن مجسمات 2D. طيب برأيكم إذا دخلت على السيركل ودخلت على الموديفاي شو رح نلاقي هون عنا؟ مثل ما شفنا من قبل، طبعا بالنسبة للبوكس كان عنا طول وعرض وارتفاع، ما هيك؟ هون شو رح نلاقي؟ نصف قطر، موضوع كتير بسيط. بالنسبة للريكتانجل طول وعرض، وعنا شيء اسمه كورنر راديوس، شايفين الزوايا؟ فعم يعمل لي فيلت للزوايا كورنر راديوس، ممكن نتحكم بهالقيمة هاي. وفي عنا من مجسمات مثل الليبس فيها بارامترات كثير، هاي انتم بدكم تمروا عليهم لانه موضوع بسيط. الانجون مثلا في عنا شيء اسمه السايدز، ممكن اعمل الشكل اللي بدي اياه، كم مطلع، يمكن هاي اوصل منها لمثلث مثلا، كان زيدها لشكل مخمس. في عنا اشكال كتير، وطبعا بالاضافة لإلها شو شايفين هون بالبارامترز؟ عنا كورنر راديوس، فممكن اعقد الموضوع اكتر. فيعني هي جولة عليهم سريعة، هلا بالتمارين رح نمر عليهم لسا اكتر واكتر. انا اذا انتبهتوا اول ما دخلنا، طبعا اول جسم عندي اياه شو هو موجود عندنا هون؟ اللاين. هلا اللاين ما اول شيء رح نبدا فيه، رح نخليه لاخر شيء لانه له حكي لحاله. يعني مبدئيا رح يعني نشوف شغله انه اللاين اكثر جسم معقد بين هدول، هلا رح نشوف. بس هلا مبدئيا هي رسمنا هدول المجسمات التودي، بدي احط معهم، رح ارجع على الجيومتري وحط معهم سفير، حطينا طابق، تمام؟ هلا بنعرف كل برامج 3D في عنا عمليه اسمها الريندر، لازم يكون مرقع معكم. الريندر شو هي؟ عملية المعالجة بالضبط، إخراج الصورة، إخراج المشهد لصورة. يعني أنا بالنهاية مثلا ما خلصت مشروع فيلا مثلا خلونا نقول أو برج، بدي أصدره لصور، ما هيك؟ فالمرحلة هاي بنسميها ريندر، مرحلة الإخراج لصورة. هلا عملية الريندر هي رمزها هي بريق الشاي اسمه ريندر، أو F9 بالكيبورد. ممكن إذا كبسنا هون مثل ما بنلاحظ عمل ريندر للصورة، شايفينها هون، تمام؟ بس بنلاحظ ملاحظة هون شو هي؟ بالضبط طالع عندي بس الجيومتري، الشيبس ما مبينين عندي. مثل ما حكينا بالبداية اساسا هن هي اساس الشيبس لحتى وصلنا لاشكال 3D، بس بالواقع انا ممكن اتحايل على هالموضوع هذا، او الماكس عم يأمن لي اضافات ثانية. نحن هون دخلنا على قائمة شو؟ البارامترز. ممكن نحن لندخل على شيء ثاني اسمه الريندرينج،
تمام. بالريندرينج في عنا شيء اسمه انيبل. هلا هدول بالواقع اذا فعلتهم طبعا من عنوان ريندرينج يعني معالجي، اذا فعلتهم اول عنوان عندي اسمه انيبل ان ريندرر وانيبل ان فيو بورت. طبعا اول ما بفعلهم انتبهتوا شو صار عندي؟ بالضبط صار له سماكي. والملاحظه الثانيه اذا انا عملت عمليه الريندر برايكم هلا رح تشوفوا ظاهر عندي، فانا هيك حولته من مجسم 2D مانو قابل للرندر لمجسم قابل للرندر. طبعا انا عندي زرين، اول شيء اسمه انيبل ان ريندر وانيبل ان فيو بورت. يعني مثلا اذا فعلت بس هون هاي انيبل ان فيو بورت، الفيو بورت اللي هو المسقط اللي انا متعامل معه، فبالتالي هلا اذا عملت ريندر شو برايكم رح يصير؟ بالضبط انيبل ان ريندر وانيبل ان فيو بورت لغيتها رح يطلع عندي هون بس شو؟ بس بالرندر. هاي ايمت بنستعملها؟ احيانا اذا انا عم بدخل تاشيرات اوتوكاد، طبعا 2 دي بالماكس كثير ثقيل، فلما بدخل تاشيرات اوتوكاد على الماكس من شان ما ياخذوا معي حجم بالحركه تمام، شو بنفعل بس؟ انيبل ان ريندر. انا خليني اشوفهم بالمسقط 2 دي تمام، بس لما برندر شو بنشوفهم؟ 3 دي. مثلا هي جزء من ال العمليه هاي باستعمالها. خلونا نقول طب رح فعل تنتين انا. طبعا اذا انتقلنا لتحت رح نلاقي عنا شيء اسمه راديال وعنا شيء اسمه ريكتانجولار. هون بالواقع القيم هاي عم اتحكم انا ب مقطع الشكل هذا، يعني هذا سميك ما هيك؟ طب بدي احدد السماك، عم يعطيني هون قيمه اسمها ثيكنس مثل ما شايفين هون، كل ما عم رفعها مرفع السماكي او نزيدها. وممكن شو نعمل بدال الراديال؟ راديال شو يعني؟ راديال يعني دائره ما هيك؟ ممكن اعطيه ريكتانجولار المقطع للإليبس، بتحكم بطوله وعرضه من هون بقدر اعطيه سماكي. هاي خيارات كثيرة على فكرة، موضوع مهم هذا لانه رح نلجأ له للزخارف، فخلوا بالكم. يعني هدول انيبل حفظوهم، وعندنا شيء اسمه مثل ما حكينا راديال وريكتانجولار. شو ملاحظ في عنا قيم كثير ما مرينا اليوم، مثلا بريكتانجولار في عنا قيمة اسمها انجل، اذا رفعناها شايفين شلون عم يفتل المقطع بين عليكم. فانا انا عم نطور الشكل اكثر واكثر، ما بعرف هاي وين ممكن نلجأ لها. هاي بصراحة كنا نستعملها احيانا للشفرات، انا عندي شفرات المنيوم بالواجهة، فبدنا نميلها نعمله انيبل للخط ونميل الانجل. فهي مرور سريع اليوم، بظن امورهم بسيطة هدول. معلش اذا دخلنا على السيركل في عنا قيمة هون اسمها انتربولوشن او صفحة. الرندرينج مرينا عليه والبارامترز بنعرفها، الانتربولوشن بنلاحظ عنا شيء اسمه شو شايفين هون عنا ستيبس محطوط 6. طيب خففهم شوي شايفين السيركل شو عم يصير له؟ خففناهم اكثر، فقيمة ستيبس هي مشابهة لشو؟ للسايدز او السيجمنتس بال 3D، بس ستيبس من اولى لل 2D او بالماكس بالفضاء على 2D. كمان هون اذا زدناها شايفين شلون عم يطلع معي ناعم الخط؟ فهي هي مفهوم ستيبس. هدول على فكره ملاقيهم بكل المجسمات، يعني انا حتى لو دخلت لهون بلاقي عند الرندرينج تمام، وبنلاقي عندنا شيء اسمه انتربولوشن اللي هو ستيبس. هاي كانت هيك جولة عامة على 2D. ممكن ناخذ الهيليكس مثلا نعطيه ريندرينج انيبل، ملاحظ جسم هذا صار له سماكي. فهلا انا قدرت هذا اعمله بالرندر صار يطلع عندي، فوصلت منه لشكل 3D معقد من مجسم 2D. طبعا لهم تفاصيل كثير ال 2D رح نشوفها نحن خلال التطبيقات. هي كنترول اي رح نحذف و ديليت، نرجع برسبكتيف زد جي. هي مرحلة الأولى مرينا عليها، رح ناخذ شيء ثاني هلا نربطهم بموضوع أوامر التعديل. أوامر التعديل بالواقع أول وظيفة شفناها، إذا انتقلنا على اللوح، أول وظيفة شفناها مثل ما بنعرف نحن عندنا خلينا نقول موديفاي تعديل الشكل. فعندنا موضوع التعديل، تعديل الشكل مثل ما شفنا، عندنا اسطوانه تعجبنا كبرنا بوكس. الحاله الثانيه لاوامر التعديل اللي رح نشوفها اليوم هي موضوع التحويل من 2D ل 3D. بالواقع هي هاي اهم شيء رح نشتغله
اليوم واساسه كثير للمستقبل. معناته موضوع تحويل من 2D ل 3D. هلا التحويل من 2D ل 3D له مجموعه حالات. اول حاله عندنا اياها بنسميها حاله الرفع او الاكسترود، هي حاله ما بس امر واحد، رح نشوف مجموعه اوامر. هلا اكسترود هو امر تعديل اسمه اكسترود، طبعا اللي داخل بالاوتوكاد بيعرفها مره معنا كثير. هي اول امر تعديل بناخده. الاكسترود شو مهمته برايكم؟ مرر معنا من قبل المفروض بالضبط موضوع رفع مثل ما حكينا. يعني انا ممكن يكون عندي هون سيركل، ماشي الكل معي؟ ممكن يكون عندي سيركل، فانا لما بضيف امر تعديل بدنا ننتقل على موديفاي موديفاير ليست، وراح نضيف له هون امر تعديل اسمه اكسترود. طبعا انا اذا انتقلت على الزرار المكبس اي، هاي اي اكسترود، تمام، فبلاحظ عم ضيف لي امر تعديل مثل امر التعديل اللي شفناها من قبل. هالامر التعديل هذا شو له بارامترز؟ طبعا اول ما نضيفه بلاحظ انه الجسم صار شو؟ صار 3D، ما عاد مجرد دائرة. عندنا قيمة اسمها amount، إذا رفعناها شو بلاحظ؟ حول السيركل ل أسطواني أو سلندر. في عندنا قيم تانية أنا ممكن أرفعه وشو زد last segments، تمام؟ هاي من سيركل أنا وصلت لهالعملية هاي. طيب نطور الموضوع أكثر، في عندنا شيء اسمه capping هون، الكابينج اللي هي التغطية. فانا ممكن اقول له محطوط هون كاب ستارت وكاب اند، رح الغي الكاب اند. شو صارت عندي؟ انتبهت شو صار؟ انا صارت مفرغه. وشو ممكن اضيف له بعدين؟ هي الشيء شفنا على سماكي وصلت انا لهالشكل هذا. وشايفين الموضوع شلون عم يصير، موضوع تركيب الاوامر مع بعضها. هي اكسترود فيها كاب ستارت وكاب اند، ممكن الغي التنتين مثلا، صارت عندي مثل التيوب. فهي يعني هيك انا ممكن ركب مجسمات معقدة اكتر واكتر. رح نمر عليهم هلا بعد شوي بنرجع بنشوفهم بتمرين. عنا هون الشيل مثل ما حكينا مشان نضيف له سماكي، فممكن نطبق هالشيء على مجسم ثاني. خلونا نشوف مجسم ستار 2D عبارة عن نجمة مثل ما شايفين هون، وشو ممكن نعمل لها بالموديفاي؟ ممكن نعمل لها فيلت راديوس، بس انا ممكن ادخلها 50 عفوا 20 مثلا، هيك شيء. فمشايفين شايفين وصلنا منها لشكل كمان معقد، عندنا بوينتس ممكن خفيفه، ممكن هاي ارجع اعمل لها شو؟ اكسترود، تمام. فمثل ما شايفين هي كاب حطيناها وصلنا لهالشكل هذا. بعرف شو ممكن يلزم معنا، ممكن هاي على فكره اذا مثلا زدنا البوينتس وصل لشكل من اشكال الاعمده. ما لهالدرجة بكونوا بس هيك الأعمدة المفرغة. فا يعني هيك بدكم تفكروا شلون بدي أوصل لهالأشكال هاي. طبعا يبقى أنا الشكل نفسه ممكن أوصله بكذا طريقة. يعني شفنا هلا هاي ممكن أنا أخذها من سلندر مثلا وأعمل لها سلايس وشيل، ممكن. بس بيبقى عاد هون يعني اللعب والذكاء إنه أنا أوصلها بأسرع طريقة، وأهم شيء شو يكون بأبسط شكل. يعني كل ما بسطت الاشكال يبقى التعامل مع المجسمات اسهل. فهذا امر الاكسترود. طيب في عنا امر ثاني كمان، حالي ثاني نشوفه، حالي ثاني من حالات الرفع اللي هو امر ثاني بنسميه بيفل. امر الاكسترود شفناه، امر الاكسترود كان فرضا انا عندي سيركل، تمام، ورفعناها عم يرفع امر الاكسترود مثل ما شفنا خط مستقيم حصرا. هلا البيفل لا، شو صار يعطيني امكانيه انا وسع القاعده، فتاخذ الاسطوانه ممكن الشكل هذا، تمام. يعني ممكن اوسعها اكثر مثل امر التيبر بصير عندي، ممكن حتى اعطيها موضوع قوس او شيء تاخذ الشكل هذا مثلا. فهذا امر البيفل. هلا رح نشوفه. اذا رجعنا لهون اخذنا مثلا سيركل، تمام، من موديفاير رح نضيف له معناتها شو؟ بيفل.
طبعا قولوا نضيفة. نلاحظ هون انه عنا صفحتين، انا بس نشاهدها في عنا هون صفحتين. اول شيء في عنا شيء اسمه parameters وعنا شيء اسمه bevel values. طبعا البارامترز هلا رح نمر عليهم، بس انتو اذا طلعتوا عليهم شو ممكن تشوفوا هون؟ شيء بنعرفه شفناه من شوي. اول شيء عنا الكابينج، تمام؟ فهدول بتعرفوهم يعني ممكن تشوفوهم. في عنا موضوع السيجمنتس كمان، يعني انت داخل انت تصير تتعرف على الاوامر. بعد على اليمين بلاقي عندي شيء هون اسمه بيفل فاليوز. طبعا بالاكسترود كان عندنا قيمه واحده بس، شيء اسمه اماونت رفع، بينما هون لاحظوا كم قيمه صارت ممكن اقدر ارفعها. انا اعطيني اول شيء امكانيه ليفل واحد هايت، ممكن نرفعها من هون، بس انا اعطيني انه ليفل واحد. طب وفي قبل امكانيه حلوه انه اعمل شيء اسمه ستارت اوت لاين. لاحظوا انا لما عم ارفع شو عم يعمل للجسم؟ كان عم يعمل له اوفست، يعني انا معك محدود بالشكل الجسم نفسه. طيب ممكن اقول له ليفل واحد اوت لاين اثنين، شو صار عند الشكل؟ دوات شو اخذ شكل؟ ممكن اخذ ليفل اثنين وارفع الهايت. شفت شلون طبقنا؟ يعني عم ركب اوامر اكثر واكثر. ممكن اقول له ليفل، خلينا نرفع هاي شوي، ليفل ثلاثة، وكمان اقول له شو هايت مثلا مع اوت لاين مثلا. شايفين النتيجة؟ وصلت انا لهالشكل يعني عقدنا الموضوع اكثر واكثر. كيف؟ لا هلا بنشوف بعدين، في عنا اوامر ثانية بيطورهم، بس هو البيفل ضمن هالحدود هاي. في عنا هون مثل ما قلت لكم عنا الكابينج بنعرفهم هدول، بس اللي ما بنعرف في عنا هون شيء اسمه سيرفيس. عم يعطينا هون اول شيء عنوان، شو هو؟ لاينر سايدز او لينير سايدز، اللي هي عم يقول لي الزوايا هون او الحروف شو بتكون معي؟ لاينر خطيه يعني قاسي. في عنا عكسها شو ممكن يكون؟ كيرف. بالضبط، اي يعني شو بدها تصير هاي معي؟ بالضبط بده يعمل اياها منحني. اول ما منفعيلها وبعدين سيجمنت محطوط عندي واحد هون، نزيدها شوي شوي. شايفين شلون عملنا الشكل؟ عندي التكسيرات بقول له سموث اكروس ليفلز، فوصلنا لهالشكل هذا. طبعا ممكن هون لسه نعدل عليهم اكثر، ممكن وصلنا لكثير اشكال، بس يعني هي هيك مبدئيا يعني شكل بسيط. ممكن نشيل الكاب مثل ما شفنا هون ونعطيه شيل، فصار الجسم مثلا قريب لجره، او ممكن هاي نعمل منها لمبادير مثلا مثل ما نشوف بعد شوي. هلا هاي تخيلوا من سيركل وصلت انا لهيك شكل، فما بالكم مثلا ممكن اخذ ان جون مثلا مجسم مضلع او ستار او اي شيء. فيعني هي تركيب الاوامر التعديل فيهم. معناتها حالات الرفع صار عنا تنتين، ما هيك؟ اول وحده الاكسترود والثاني البيفل، وشفنا الفرق بيناتهم. هلا هي بس هيك رح ناخذ، اخذنا لمحه عنه. طبعا رح نجي بالتطبيق بعد شوي، بس ندخل على شيء ثاني، نرجع للشيبس ونحكي عنهم بتفصيل اكثر. دخلنا نحن على الشيبس. طبعا شفنا مثل ما حكينا معظم المجسمات، بس اللي ما شفناه هو شو حكينا؟ لاين. اللي ما شفناه هو اللاين. هلا امر اللاين مثل ما حكينا هو رح يكون اكثر امر معقد، هلا رح نشوف شو الفكره فيه. طبعا رح ننتقل على التوب. دائما لما رح نشتغل على اللاين رح نشتغل على التوب، فنقلنا على التوب. طبعا نلاحظ امر اللاين، طبعا نقرا نقرا نقرا، شايفين عم نرسم خط، نقرا. ممكن تعملوا مجموعة اشكال، ممكن شو بعدها سكر الشكل، يس تكون عنده شكل ما. طبعا بعد ما رسمت هذا شو ممكن اعمله؟ ممكن نطبق عليه اوامر تعديل مثلا اكسترود، ماشي؟ فهي اللاين. هلا هي بس لمحة عامة، رح نرجع على اللاين. اخذنا اللاين، طبعا تو انا نقرت نقر، شو ممكن نعمل؟ في عنا اقرب كونتنت فولو، في عنا كبسة ثانية اللي هي كبس مع السحب. لحظة، لما كبست مع السحب شو صار معي؟ شايفين زوايا شلون؟ عم يصير معي منحنيات.
فعم ياخذ هالشكل هذا، صار الموضوع ثاني معقد اكثر واكثر. ممكن انا مثل ما حكينا اركب المواضيع اكثر، اخذ هالشكل هذا مثلا، فعم يرسم معي اشكال معقده اكثر واكثر. بس انا الشيء اللي بدي اياكم تنتبهوا له وتدققوا له هون، انه انا هون ما عدت عم ارسم شكل منتظم. يعني بمعنى انا لما كنت عم ارسم سيركل، السيركل عم تنبنى معي على شو؟ بالضبط على نفس فتره، عم ارسم ريكتانجل عم ينبنى معي على طول وعرض. بينما هون ما عندي شيء، صار هون قريب لموضوع الرسم الحر. تمام؟ الفكره الثانيه انه انا اذا اخذت هذا الشكل وانتقلت على الموديفاي، ما عاد عندي هون مثل ما شايفين قائمة اسمها بارامترز، صارت القوائم تبعتنا كلها شو يعني قوائم غريبة علينا. ما عاد في عندنا شيء اسمه بارامترز مثل ما شايفين هون. فأنا هون بالواقع لما دخلنا لهي المرحلة، نحن هون انتقلنا لمرحلة معقدة أكثر. انتقلنا نحن لمرحلة كنا مشتغلينها من قبل، حكينا عنها شيء اسمه بارامتريك، بارامتريك اوبجكت. تمام؟ لمرحله ثانيه اللي هي اديتابل. حتى انتقلنا من شيء اسمه بارامتريك، كتبتها صح ولا لا، لشيء اسمه مثل ما حكينا اديتابل. اديتابل تمام، يعني بارامتريك كان جسم عم ينبنى معي بناء على قيم، تمام، على طول وعرض ونفس الفتره مثلا. هون صار عندي جسم شيء اسمه اديتابل، جسم قابل للتعديل. هلا الحاله الثانيه هون ما عاد ينرسم معي بناء على قيم، عم ينرسم معي بناء على نقاط. فمثل ما حكينا رح انتقلنا هون لمرحله معقده اكثر واكثر. هلا الاديتابل بال2 دي بنسميه اديتابل سبلاين، بال2 دي اديتابل سبلاين. بال3 دي رح نشوف في عنا مجموعات تانية غير الإديتابل سبلاين، بس رح نطلع عليهم بتوسيع أكتر خلال الجلسة. فملاحظ هون مثل ما شفنا ما عاد عنا بارامتريك. طبعا اللي رح يحل محله هو شيء اسمه سيلكشن. أنا هون صرت عم أرسم رسم، فصار الموضوع هون عندي عبارة عن نقاط وسيجمنتس مثل ما شايفين هون وأضلاع. يعني هلا رح نشوف بالضبط شو هي هاي، بس ملاحظة عامة. يعني أنا هلا مثلا هاد الشكل إذا بدي آخذه، أول شيء رح نتعرف عليه بخصائص المجسم هذا هو شيء اسمه سيلكشن، وهي مستويات التحديد. طبعا مستويات التحديد هن عبارة عن ثلاثة. أنا عندي جسم، أول شيء الجسم عم ينبنى عندي بناء على نقاط، ما هيك؟ يعني خلينا نقول عندنا قوس أو مجسم ما، أول شيء عم ينبنى فيه هو عبارة عن نقاط، فهي أول شيء عندنا اياه. النقطة بالماكس بنسميها فيرتكس، خلونا نكتبهم تحت معلم مشان هلا بدنا نمشي عليهم. فأول مستوى عندنا اياه هو الفيرتكس، تمام؟ هلا كل نقطتين مع بعض عم يشكلوا لي شو؟ بنسميه سيجمنت أو مضلع أو خط أو هيك شيء، سيجمنت. شكل متصل كامل مع بعضه نسميه سبلاين. الفيرتكس طبعا رح نلاحظ رمزة هي نقاط، سيجمنت عبارة عن مضلع، وسبلاين عبارة عن خط كامل أو مضلع كامل. مشان نفهم شو يعني مضلع، أنا مثلا إذا عندي حرف، إذا عندي دونات مثلا، أو عنا مربعين عبارة عن جسم واحد، تمام؟ فهذول كل واحد منهم عبارة عن سبلاين لحال، هن جسم واحد بس كل واحد منهم عبارة عن سبلاين لحال، مثل ما هلا رح نشوف. فهذول المستويات اللي أنا رسمتهم هلا هن اللي رح تلاقوهم هون بالسلكشن. إذا وقفنا شوي هون بنلاقي عنا أول مستوى اللي هو الفيرتكس، الثاني السيجمنت، والثالث سبلاين. إذا دخلت على الفيرتكس المجسم هون حرر لي شو؟ شفتون النقاط وينهم؟ فأنا ممكن آخذ هاي النقطة شو أعمل لها هلا؟ ممكن أعمل لها موف، ممكن أعدل بالجسم على كيفي، إذا رسمي ما عجبتني أو شيء، مثل ما شايفين هون. وممكن آخذ المستوى الثاني اللي هو سميناه السيجمنت، تمام؟ عم عدل هون على سيجمنت، رح ألغي بس الإنيبل إنيبل، هون ببين معي أوضح، شفتوا الخط الأحمر؟ هذا هو السيجمنت. إذا انتقلنا هون على السبلاين، لاحظ انا حددت لي الجسم كله وصرت اقدر اتحكم فيه. طبعا شو بفيدنا هذا الحكي؟ طبعا
كل مخططات الاوتوكاد لما رح تدخل معي على الماكس اول شيء رح تدخل معي بهالاسلوب هذا بشيء اسمه editable spline او رح تدخل معي بهالاسلوب هذا. فانا لما بدي اعدل عليهم بدي احرك بدي ظبط مشاكل مثلا كلهم رح استعملهم عن طريق شو هلا هالشيء هذا. ولما انا بدي اتعامل مع ال 2D كل اوامر ال 2D اللي بنعرفها نحن بالاوتوكاد رح نلاقيها هون مثل ما هلا رح نشوف بالصفحه الثانيه. يعني مثلا اذا انا بدي اخذ ريكتانجل اعمل فيليت للزوايا رح الاقي الاوامر هون مثلا تمام. كل شيء اوامر اوتوكاد رح نتعلم ضمن هالخط هذا. فهذا كان المستويات التحديد مثل ما حكينا صفحه السلكشن. عندنا فيرتكس سيجمنت سبلاين. اول شيء رح نحكي عنه هو شيء اسمه فيرتكس. طبعا رح نلاحظ بالرسم في عندنا شغله اذا انا انتقلت على اللاين ورسمنا حكينا كبسي مثل ما شايفين عم طلع معي زوايا مكسره كبس مع السحب شو طالع عليه زوايا منحنيه. هون اذا انتبهنا بالموديفاي بنرجع اللاين اذا انتبهنا هون على القوائم في عندنا شيء اسمه كرييشن ميثود تمام. هلا الكرييشن ميثود عم مقسوم عندي لقسمين شيء اسمه انيشال تايب وشيء اسمه دراج تايب. طبعا اللي عم يحكي لي اياه هون انه عم يفهمني نوع النقطه شو شكلها بدك اياها تطلع اوكي. فعم يعطينا هون اول شيء الانيشال تايب هو اينو حالي من هون الانيشال هي حاله النهر معي انتم والدراج تايب حاله شو سحب كبس مع سحب. فعم يقول لي هون نوع النقطه شو شكلها بدي اياها تطلع. طبعا النقاط اللي عندنا ثلاث انواع مثل ما شفناهم هون عندي نقطه اول شيء رح تكون عندي اذا عندنا خط عندنا خط مكسر هاي النقطة الموجودة عندي هون نوعها نسميه كورنر. طبعا الكورنر مثل ما شايفين شو ميزته انه خط منكسر بتعطينا عندنا امتداد. اذا عملنا قوس رح نعمل قوسين واحد ضيق وواحد عريض. فعندنا الخط هذا مثل ما شايفين هون بنسميه سموث. نقطة سموث بتعطينا انحناء انسيابي يعني حسب الخطوط هاي حسب تراكمها بياخذ الانحناء لحاله. هلا هاي النقطة ما فيني اتحكم ب قديش انحناء قديش تقعرها. ففي عنا نوع ثاني عملوا لنا اياه اسمه بيزيير. النوع البيزيير هو رح يكون له مثل ما رح نشوف هلا عبارة عن ازرع. انا هدول كيف ما بتحكم فيهم شو رح يصير للقوس ممكن انا اعمله ضيق او اعمله شو عريض تمام. فهدول ثلاث انواع. طيب وين ممكن نشوفهم هدول؟ ليك وان انشال تاب عم يقول لي نقي كورنر ولا سموث ودراك تاب كورنر ولا سموث ولا بزير. اوكي في مشكله شيء طيب مشكله. لا التمارين رح تزبط معكم. فهي هذا هو اللاين. طبعا رح نحكي عنه بتفصيل كثير بعد شوي. كنترول ايه تفضل تعديل اللاين فيرتكس الارت يعني الارت بياخذها على هو النقر ايه بالضبط. يعني كل نقره هو بيحط عبوده بياخذها تعديل. ايه تمام. ايه طب خلينا ناخذ تمرين معناتها هي كانت مقدمه على اللاين والايديتابل سبلاين بشكل عام.